السيريز دي اسمها دوماستيك داينوسورز، ديناصورات منزلية، تتكون من 100 لوحة من مقاسات مختلفة. أنا معظم شغلي ميث ميديا، بيجمع ما بين التصوير والطباعة، وفي نفس الوقت بيجمع ما بين تقنيات كثيرة أو خامات كثيرة في البينتينج. الأساس زيت والأكريليك، وبشتغل عليهم بأويل بارز وأويل باستلز، سوفت باستلز، إيكولين، ورق ذهب. أنا بالنسبة لي الميكس ميديا بيعكس التناقض الموجود في الحياة المعاصرة، بيعكس ازاي البني ادمين جواهم تفاصيل كتيره متناقضه وزحمه. ولما ببدا اشتغل بيبقى قدامي كل الخامات بتاعتي، وببدا اعمل ميكس ما بين الحاجات اللي انا محتاجه استخدمها. كل خامه ليها شخصيتها وليها روحها وليها الدلاله اللي بتعملها على المتفرج، فببدا اعمل خليط ما بين الخامات دي وانا بشتغل. اللوحات معظمها topic بتاعها زي العنوان dinosaurs، في paradox شوية في العنوان، انه dinosaur بيجي في بالنا حاجة عنيفة، حاجة منقرضة، حاجة ليها علاقة بالطبيعة، حاجة ليها علاقة بلعب الأطفال. domestic أكتر حاجة بتدي انطباع بحاجة تقليدية، حياة مستقرة، حياة عادية فيها تحكم في كل العناصر بتاعتها. فهو التناقض بين الكلمتين بيعكس بالنسبة لي بالضبط اللي أنا عايز أقوله في المعرض ده وفي السيريز دي. اللوحات فيها استخدام الديناصور كرمز للتغير المناخي والمنظر اللي موجود في حياتنا كلنا من خلال المينستريم ميديا، لمسيرات كبيرة شبه المظاهرات للديناصورات من أنواع مختلفة بتهاجر بسبب إنه الطبيعة والمناخ مبقاش مناسب لحياتها.